لكننا نعرف أن لنا ربا، وأن الله الذي خلق هذا الكون وبعث الأنبياء والرسل لم تنقطع صلته بهذه الأرض عبر حججه ووسائطه. الله لا يوحي إلى جميع الناس، الأنبياء معدودون، والله أجل وأعلى وأعظم من أن يباشر خلقه في كل شيء. لكن الله الذي خلق الإنسان خلق وسيطا بينه وبين خلقه. لو أن الأرض خليت من حجة لخربت، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وهذا أمر طبيعي، يعني ما دمنا نؤمن بوجود الله عز وجل وهو غيب الغيوب، فلا بد أن نتصور وأن نؤمن بوجود الأنبياء، خاصة وأن الأحاديث والروايات والآيات تشير إلى هذا المعنى، وهو أن لله عز وجل حجة على خلقه في كل وقت.